سفيل يعني شفتي طبعا بغير بعين غير راضيه يا دكتوره هبه عن بعض المشاهد السيئه، بعض المناظرات المميته طبعا بتحطم نفسيه البنات دلوقتي، شفنا كمان عاداتنا وتقاليدنا اللي انهمرت في الاخلاق، يعني خلاص بقى عندنا كل حاجه عادي، بقى الحرام والحلال بين والحلال بين والحرام بين، كل حاجه بقت باينه، ما عادش عندنا فرق يا فندم. يعني كلميني كده يا فندم، شفتي المشهد ده ازاي؟ بص يا حضرتك، هو الفكرة كلها انه انا ما عنديش حتة ان هو الحرام والحلال وانا اللي صح وهم اللي غلط نهائي، مش دي قصتي خالص. انا قصتي بس ان هو ما حدش يحكم على حد ان هو انت غلطان من وجهة نظري فانت تبعد، وانت كويس من وجهة نظري فانت خليك. هي دي الفكرة، يعني هو في لب للموضوع اعمق من حكاية رأي شخصي او ان انا عشان محجبه ابقى بحامي بنتي عشان هي كمان محجبه، ما انا عندي بنتين تانيين مش محجبات. نعم. وفي وصاحباتهم كلهم اللي زي بناتي ومتربيين في بيتي وتحت ايدي كتير قوي منهم اللي فيه كده وفي كده. وكلهم عندهم نفس المشاعر. نعم. ان هو انا ليه حد يتدخل في اختياري؟ انا عايزه ابقى محجبه يبقى لازم اقبل. وطالما ان انا ملتزمه بقواعد اللي هو معايير طبيعيه بتاعت مثلا ان انا ما عمش في حمام سباحه الا بمايو، انا اقبل جدا ما حد يقول لي ايه ممنوع حد يدخل مثلا الاوبرا غير ببدله، كويس، بس ده هيمشي على الجميع. ممنوع حد ينزل حمام السباحه غير بمايو، لكن ما حدش لا قال لك البدله دي تبقى جاكيت قصير ولا طويل، ولا يبقى زراير صفين ولا صف، فاهم قصدي؟ نعم. نفس الحكايه المفروض تسري على المايو، يعني المايو ده ما حدش يقول لي تفصيلته ايه، يعني المايو ده بقى قطعة واحدة ولا قطعتين ولا أربع قطع خلاص، يعني المهم إن هو أنت ليك عندي المايو. نعم. فده اللي أنا بستغرب له جدا، إن هو يعني يا جماعة مين يدي نفسه الحق إن هو يقول لك لا تفصلته مش عجباني يلا أنت ابعد بعيد، في حين إن هو في نفس النادي وفي نفس حمام السباحة اللي هي اتمنعت منه في أجانب أعضاء في النادي ده وبينزلوا بنفس المايو لغرض مثلا ان هم عندهم حساسيه للشمس او جلدهم، عارف الجلد الابيض بيبقى بيجي له حروق او كده، فلا تمام انزلوا انتوا زي ما انتوا عايزين، لكن انتوا لا يعني في حاجه سخيفه. فبنتي حاسه بالتمييز يعني شبه عنصري، يعني طب انت بتحكم عليا بناء على ايه؟ واصلا انت مين عشان تقول لي اعمل ايه؟ دكتور هبه، كنا عايزين نسال حضرتك سؤال. طيب دلوقتي هو حضرتك خدتي اي اجراءات اتجاه الموقف ولا لسه؟ الحقيقه هو المساله مش على قد، يعني قصدي مش انا اللي اخد اجراء، لان المساله مش فرديه، انا ما حدش مثلا اعتدى على بنتي اعتداء مباشر او مثلا حد يعني تجاوز معاها، بس لكن هي بتبقى حريه اللبس كله جذريه اكتر. يعني احنا المتوقعين انه المفروض ان هو اللي بياخد اجراء بقى في الحاله دي المجلس القومي للمراه، مثلا تتناقش في البرلمان، يعني هو ده اللي انا الحقيقه نفسي انه يحصل. يعني من وجهه نظر حضرتك كده في حريه في مجتمعنا ولا كله بيبص وبيقلد كله؟ يعني مفيش اللي هو مفيش حريه ان هو احنا بنشوف دلوقتي ايه اللي بيتلبس وبنمشي على النظام، مفيش حاجه يعني مش بعمل انا بشخصيتي انا البس براحتي، ايه وجهه نظر حضرتك؟ هو حضرتك المشكلة انه في حرية اكتر من اللازم في اراء الناس في الناس، يعني هو ده اللي انا عايزة اتصدى له، يعني كل واحد مدي لنفسه حرية انه يحكم على الاخرين ويقول لهم انت تعمل ايه وما تعملش ايه، ده كلام فارغ يا جماعة، كل واحد حر تماما. هو احنا اللي بيحكمنا كلنا حاجة اسمها مجموعة من القوانين اكيد او الدساتير. دكتورة هبة، يعني هذا الموقف دخل في تفاصيل تصرفات الاخر، دي مشكلة كبيرة جدا. نعم، يعني عذرا يا فندم لمقاطعة كلام سيادتك، يعني النهاردة برضو هذا الموقف شبيه كل الـ يعني القرب من موقف فتاة الفستان، حين يعني عدم او تدخل بعض الاشخاص في ما لا يعنيهم في بعض المواقف، يعني مش عايز اذكر بعض المواقف بعينها، ولكن يا فندم النهارده الدولة المصرية القيادة الحكيمة المصرية خلاص ادت الدافع الكبير والامل الكبير لفتيات مصر الفضليات، عظيمات مصر الفضليات النهارده يا فندم، خلاص اخرجوا انطلقوا في الشارع. كمان النهارده الموقف المرأة المصرية بقى كبير جدا في كل المنتديات وفي كل المراكز وفي كل يا فندم طبعا مجلس النواب وهنا وهنا وهنا، خلاص دور المرأة بقى كبير. النهارده بقينا بنعيب يا فندم على شكل المرأة بشكل عام،
ما تلبس اللي تلبسه وتعمل اللي تعمله، حضرتك مش انت اللي هتحاسبها، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي يحاسبها. نازله بسين، نازله بول، نازله حمام سباحه، حضرتك مش هتحاسبها. يعني يا فندم انا مع حضرتك جدا في هذا الموقف، ويعني بنشكرك شكرا جزيلا الدكتوره المحترمه، وبنشكر نجله حضرتك طبعا. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم الدكتوره هبه قطب، يعني بشكرك شكرا جزيلا.